السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عبد الحميد. هنبدأ مع بعض إن شاء الله كورس أردوينو. 5 4 3 2 1 0. الفئات المستهدفة من الكورس ده أي حد عايز يتعلم تحكم آلي بسهولة، أوتوماتيك كنترول، أي حد عنده معرفة سابقة بالإلكترونيكس أو لسه عايز يتعلم إلكترونيكس ومش لاقي حاجة يطبق عليها، فأنت في المكان الصح حاليا. أنت محتاج خبرة علشان تتعلم الكورس ده. بعض المعلومات الأساسية عن الإلكترونيكس هتكون محبذة، بس لو مش عندك خبرة فمش مشكلة، إن شاء الله هحاول أقول كل حاجة ببساطة. تمام جدا. طب أنا هتعلم إيه من الكورس ده؟ هتتعلم تجمع دوائر الكترونيه بنفسك، ازاي تتعلم تكتب كود وتشغله على اردوينو، ازاي تتحكم في اي حاجه حواليك وتعمل كور جديد عايز تطبقها كده يعني.